خليه لنا. يا اختي وهو ذنبه ايه يعني؟ مش خطيبك ده هو اللي طوع قلبه وجه هنا لحد بيت جوحه اقطك في ركبتك عشان حصلك يا اختي؟ ان شاء الله يا عنب يا رب، ربنا يكتبها لك ويكتبها لكم كلكم يا بنات وانتي مقروطه كمان. سامع هوس الباشا الكبير وصل. سلام عليكم. وعليكم السلام. يعني حتى في الفرح ابن عبد الله اتعشى والاستعباد ملوش اكل. ويا ربنا يخليك لينا واحنا عايشين باقي من غير بنفسك. مبروك يا عسل، مبروك يا قمر. انا بقى وجب بقى واحد كلاكس بتقولي ايه بنت بنت ده؟ ايوه يا عيني يا ربي. مبروك كده يا عبد الله، عقبال ما تجوز كل بناتك لظباط ومستشارين. هو ده عشان يبقى نسيبنا الحكومه كلها. نسيبنا الحكومه فعلا، بس خلي بالك احنا برضو جمالنا الحكومه، ادينا الحكومه احلى ورده عندنا. يا بابا ما تكسفنيش بقى. لا ما تكسفش يا حبيبي، تكسفي ليه؟ لا من نفسنا مش من نفسك. بس عشرون عاما يا كابتن فوزي وانا الخدود الحمراء دي يا والكاسفه وبتعمل كده وبتاع، ما شفناش ده يجي واد مفعوص قيمه وسيمه وحلوه كده وبتاع. ايوه بصراحه. ويطلع الفايزه اللي جواها يومين ثلاثه. ايه ده؟ يا عم فايزه مين دي؟ بقت فوزية. الله الله الله. لا لا والله يا بابا ايه ده؟ على فكرة أنا ما التفتش معاها على أي حاجة، ولما جالي الكلية أنا مسحت بكرامة الأرض. قال إيه بيعديني؟ بينزلها فوزية. يا دي النيلة، أهو فوزي رجع تاني. والله فوزي فوزية فايزة كل دول بنوتي بنوتي القمر وردة قلبي اللي سقيتها من روحي كبرتها على ايدي. هي صحيح ورده مقربه شويه، بس انا كنت متاكد والله ان ربنا مكلفها بشويه الشوك دول علشان يحميها من اللي جاي يقطف ويجري، علشان يصونها ويديها اللي يقدر يقدرها احترامها يحبها بجد. حطها على دماغه كده. مبروك يا حبيبي. كيف يا بحر عيط؟